بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، أصدر المجلس المحلي لمدينة الباب تعميماً للدوائر الرسمية يحوي بعض الإرشادات للتقيد بها فترة عيد الأضحى كتعقيم المساجد والمرافق العامة. أما عن موضوع أضاحي العيد فقد وضع المجلس ضوابط وتعليمات للجزارين يحثهم من خلالها على اتباع الإجراءات الوقائية في المسالخ، لكن الالتزام بهذه الضوابط كان بنسبة ضئيلة وفي بعض المسالخ فقط. بسبب الظروف العامة التي يمر بها العالم بسبب وباء كورونا، قمنا باتخاذ إجراءات احتياطية من أجل عدم انتشار هذا الوباء، منها لباس الكفوف والكمامات والوقاية من هذا الأمر، منها المعقمات والمواد التنظيف. استخدمنا هذا بشكل عام في مسالخنا في الشمال السوري المحرر، في مدينة الباب وفي مدينة إدلب. وما تزال مديرية الصحة تعمل بشكل دوري على تحذير الأهالي من خطورة تفشي الفيروس من خلال إصدار تعليمات السلامة العامة، وذلك بعد تسجيل إصابات في المدينة والمناطق المجاورة وازدياد المخاوف من تفشي الفيروس. الإصابات كلها الموجودة هون هي إصابات خفيفة ليست شديدة. أنا بحب طمن الناس بهالنقطة هاي، لكن مقابل هذا الشيء بحب أكد على موضوع أنه نحن بقدر ما نلتزم بالإجراءات الاحترازية بقدر ما نخفف من انتشار المرض. ملاهي الأطفال والحدائق العامة جميعها ممتلئة بالزوار دون مراعاة أي تباعد اجتماعي أو حتى ارتداء الأقنعة الواقية. أجواء عيد الأضحى تتجلى بكامل صورها هنا، رغم تسجيل 36 إصابة بفيروس كورونا في عموم مناطق الشمال السوري، فلا إجراءات وقائية مشددة إلا من قبل قلة قليلة من السكان. همام الزين، تلفزيون سوريا، ريف حلب.